إذن للحديث عن سيطرة إيران على القرار السياسي في العراق وضغطها لفتح الحدود معه، على الرغم من أنها بؤرة الوباء في المنطقة واستجابة الحكومة في بغداد بشأن كل ذلك، معنا هاتفيا سيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم سيد حسين. هل تعتقد أن حديث الحكومة عن مخاوف ازدياد أسعار النفط هو مسوغ كافي لفتح الحدود والمعابر مع إيران، مع أنها بؤرة وباء كورونا في المنطقة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد أنه الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي وعلى الدولة العراقية بلغت ذروتها، خصوصا في هذه المرحلة. اليوم الجميع يعلم بأن إيران مصدر انتشار وباء كورونا في منطقة الشرق ومنطقة الخليج. اليوم الجميع يعلم أنه جميع الدول مغلقة حدودها ومطاراتها بسبب هذا الوباء، وتأتي إيران وتفرض إرادتها على الشعب العراقي وعلى الحكومة العراقية. أعتقد الأمر أكبر من محافظ البصرة حتى يستطيع أن يمنع أو يسمح، هو ليس صاحب قرار، ولا حتى الحكومة تستطيع أن تمنع إيران من فتح الحدود. لهذا أعتقد تحتاج إلى إرادة دولية لكف التدخل الإيراني في الساحة العراقية وحماية الشعب العراقي من هذا الوباء الذي تصدره إيران عنوة على العراق. لاحظ أنه أغلب الإصابات في العراق هي من مصادر التي تدخل منها إيران، في المناطق الجنوبية، في البصرة انتشر هذا الأمر لسبب حدودها مع إيران، في مدينة السليمانية، في أربيل، كل مدينة لها تواصل مع إيران انتشر فيها هذا الوباء. لهذا السبب أعتقد إذا الحكومة العراقية عاجزة عن مواجهة إيران أو أن تفرض إرادتها عليها، عليها أن تطلب من المجتمع الدولي أن يتدخل لمنع إيران وقطع الحدود معها لحين انتهاء هذا الوباء. يعني حتى منظمة الصحة العالمية حذرت من فتح الحدود وهذه المعابر، ولكن كما ذكرت أن خطورة ذلك يؤدي إلى إمكانية يعني ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، ربما تخرج عن السيطرة. هل تستطيع الفرق الطبية والملاكات الصحية في العراق السيطرة على المرض إذا انتشر والوقاية من انتشار هذا الفيروس؟ لا يمكن. اليوم لا تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذا المرض إذا ما انتشر كما انتشر في أوروبا، بلغت الأعداد مئات الآلاف. اليوم كل ما في العراق لا يتجاوز أكثر من 2000 إصابة، وهي يعني تعيش معاناة مع هذا المرض، فكيف إذا أصبحت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف كما هو في إيران؟ لهذا السبب أعتقد الحكومة العراقية عاجزة، والموضوع هو سيادي أكبر مما هو فقط صحي، والموضوع أكبر مما هو اقتصادي. علينا أن نتعامل مع سيادة الدولة وليس فقط مع موضوع فقط صحي أو موضوع اقتصادي. من يدعي القضية الاقتصادية فهو يعني هو غير صادق، لأنه العراق كل المؤشرات تشير إلى أنه يستطيع أن يكتفي ذاتيا بدل هذه المواد المنتهية الصلاحية أو المواد الرديئة جدا التي تأتينا من إيران وبأسعار خيالية. هيمنة إيران على العراق بلغت كما قلت لك بلغت ذروتها، ويحتاج موقف من الشعب العراقي والحكومة العراقية، وإذا عجزوا عن ذلك عليهم أن يلجأوا إلى المجتمع الدولي ليحميهم من هذه الدولة ومن هذا النظام. بالفعل العراق يبدو وتحول إلى يعني منفذ لخرق هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ولكن لماذا تصمت واشنطن على هذا الخرق للعقوبات، ولماذا يصار إلى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟ يعني أنا أعتقد لا يوجد خلاف أمريكي إيراني كما يشاع، أو لا يوجد بينهما صراع كما يتصور البعض سوى حرب إعلامية، وما بينهما من تخادم أكبر بكثير مما بينهما من خلاف، خصوصا على الساحة العراقية. لم يكن دورا لإيران لو لم يكن هناك رضا أميركي. هذه العقوبات أرادت أميركا أن تنفذ لإيران من خلال سيطرتها على العراق وتعالج مشكلتها الاقتصادية. لو لاحظنا الحصار الذي فرض على العراق، ما كانت أميركا أن تسمح بدخول أي مادة غذائية إلى العراق، وتعاملت معه بكل حزم، بينما هناك تهاون كبير جدا مع إيران، واستثمر جميع دول الجوار وخاصة العراق لمعالجة مشاكلها الاقتصادية. فما بين إيران وما بين الولايات المتحدة من تخادم هو أكبر بكثير مما بينهما من صراع وتصادم وخلاف، خصوصا على الساحة العراقية. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي.